أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج قلب الشارع. رحبوا معي في ضيوفي بهذه الحلقة سعادة النائب وفاء بني مصطفى، المنسقة العامة لملتقى البرلمانيات الأردنيات. مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. والكاتب السياسي الأستاذ مصطفى برمان. مساء الخير. مساء النور، يسعد مساك ومساء سعادة النائب وفاء بن مصطفى. حياكم الله. طبعا أعزائي المشاهدين، سنتحدث في هذه الحلقة عن قانون الانتخاب، لكن ننتهز الفرصة، فرصة وجود سعادة النائب بيننا لتضعنا بصورة تفاصيل جلسة الغد، فلتتفضلي. تفضلي سعادتك. الله يعطيك العافية وشكرا على الاستضافة الكريمة. يعني في الحقيقة غدا هو افتتاح الدورة العادية المرجئة من تقريبا من 1/10. سيتفضل صاحب الجلالة الملك عبد الله بافتتاح أعمال الدورة اللي مدتها طبعا حسب التعديلات الدستورية الأخيرة هي 6 شهور. لدينا الكثير من التغييرات لأنه كما تعلم أستاذي ويعلم جلسة حامية، حتكون هاي الفترة حامية جدا عندكم طبعا الصراحة. لأنه أول سنستمع إلى خطبة العرش الكريمة، بعد ذلك ستكون هنالك جلسة لمجلس الأعيان الذي أعيد تشكيله، وسيتم يعني القسم القانوني، سيؤدون اليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور. بعد ذلك سينتخب مجلس الأعيان مكتبه الدائم، تعرف بأنه الإرادة تصدر بالرئيس في الأعيان، ولكن هنالك النائب الأول والنائب الثاني والمساعدان. وبالنسبة لمجلس الأعيان بعد ما تنفض جلسته تنعقد جلسة مجلس النواب التي سيرأسها للمرة الأولى حسب النظام الداخلي المعدل الأقدم في النيابة، والأقدم في النيابة هم الأستاذ الدكتور محمد الحاج ومعالي عبد الكريم الدغمي، ولكن نظرا لرغبة عبد الكريم الدغمي معالي بالترشح سيرأس الجلسة النائب محمد الحاج، وسيساعده أصغر عضوين سنا، وستتم انتخابات المكتب الدائم غدا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نأمل يعني أن يكون هنالك أجواء ديمقراطية وطنية تسود جلسة الغد، وأجواء من التنافس الحر والشريف إن شاء الله. أنتوا أمامكم الآن جلسة أو فترة راح يكون فيها الكثير من الأجواء الساخنة. نعم. سواء أجواء لها علاقة بقوانين لها يعني تتقاطع لا تتقاطع مع الحكومة أو تتقاطع، قد يكون لديكم جلسات مشتركة. أكيد، بالتأكيد، لأنه في هنالك بالفعل قوانين مرحلة لجلسات مشتركة لاختلاف وجهات النظر بين غرفتي التشريع. في قانون الضمان الاجتماعي يكاد يكون هو القانون الأكثر يعني أهمية، واللي مجلس الأعيان برأيي بأنه تباطأ في إقراره في الدورة الماضية حتى يكسب من التعديل في ميزان القوى العددية وحتى القانونية، لأنه دخل الكثير من القانونيين في المجلس في التشكيلة الحالية. فأعتقد بأنه قانون الضمان الاجتماعي وما صاحبه من يعني من اختلاف في وجهات النظر بين الغرفتين سيكون أحد القوانين المهمة جدا. وتعلم بأنه قانون استقلال القضاء تم رده بعد خلاف بين الغرفتين، وقانون الكسب الغير مشروع، هنالك قانون أيضا التقاعد المدني، قانون إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة. يعني هذه القوانين في جزء منها تم يعني الانتهاء منه بعد حسم الرأي فيها، وفي جزء آخر لا زال عالقا بين كلا الغرفتين. إذن هي دورة ساخنة جدا، يعني ستشهد الكثير من المواقف التي تحتاج إلى حسم. أكيد، بالتأكيد. نعم. الآن أعزائي المشاهدين، النظام الانتخابي هو مجموعة من التشريعات والقوانين المعمول بها والتي ينتج عنها انتخاب سياسي ممثل أو ممثل للشعب كالبرلمان أو مجلس الشعب أو غيرها من الأشكال التمثيلية المعمول بها في العالم. وليس هناك نظام انتخابي معياري تعتمد عليه الأنظمة الانتخابية المعمول بها في العالم، فهي تتنوع بتنوع الدول. وإن من أهم ما يميز أي نظام انتخابي هو قدرته على تمثيل الشرائح والطبقات
والاتجاهات السياسية الموجودة والعاملة في المجتمع المعني. وكلما كان النظام الانتخابي قادرا على تمثيل أكبر أو على تمثيل أكبر لهذه الفئات، كان نظاما انتخابيا أكثر قوة وقدرة وارتقاء. فهل يا ترى قانون الانتخاب الأردني قادر على تمثيل هذه الشرائح والطبقات والاتجاهات السياسية؟ سؤال أطرحه على ضيفايا في الاستوديو هذا المساء. ولنبدأ من الأستاذ مصطفى. يعني بدأنا بسعادة النائب الآن. نعم. وضعتنا في تعريفات الآن نبدأ معك ومن ثم نعود لسعادة النائب. أول شيء أنت أثريتنا بحضور سعادة النائب. الله يبارك فيك. يعني الله يسلمك. يعني أنا من الناس المعجبين بسعادة الله يبارك فيك. شكرا النائب. يا ما شاء الله مواقفها يعني أيضا نارية في المجلس. يعني أنا احترق شو بدي أحكي، لأنه يعني هي تنادي بتغيير قانون الانتخاب. نعم. وأنا تابعت بيان مناقشة البيان الوزاري لسعادتها، وأعجبتني بعض الجمل، وأعتقد أنها يجب أن تكون أقوال مأثورة. الله يسعدك. سأعيدها أمام حضرتك وأمام الأخوة المشاهدين. جميل. سعادة النائب وفاء بن مصطفى، في مناقشة البيان الوزاري، قانون الانتخاب ودعاة الصوت الواحد سيتحملون جزءا من هذه المسؤولية، وهي تقصد مسؤولية ما وصلنا إليه. نعم. بالانتخابات و مسؤولية فشلنا عن تشكيل الحكومة البرلمانية. تشكيل الحكومة البرلمانية. نعم. أكيد. وكانت خيبة أمل لها بأننا لم ننجح بأن تكون حكومة برلمانية. نعم. ولكن هنالك معوقات كبيرة سعادتها تعرفها وحضرتك، إنه يعني ما زلنا بحاجة إلى تيارات سياسية وأحزاب حقيقية. يعني لا نريد أن تكون أحزابنا أو رئيس حزبنا هو شيخ قبيلتنا. نحتاج إلى النضج السياسي والفكر. وسأتحدث عن النقطة الثانية، وهي من النقاط التي أعجبتني، إن من يريد البناء عليه أن يضع الأساس أولا. نعم. علينا أن نؤسس لقانون انتخاب عصري كما أراده جلالة الملك. والعبارة الثالثة، وهي تنتقد من قال بأن الأردن سيكون بين البلاد العربية والإسلامية الأول في الديمقراطية، فقال سعادتها: هل سنشتري شهادة بذلك أم سنبيع مواقف بذلك؟ هذا توثيق جدا. هذا توثيق جيد يعني. فعلاً هذه أنا يعني أنا حافظ العبارات وهي نقش في ذاكرتي لأنها عجبتني حقاً. لكن كتبتها حتى ما أنسى يعني ترتيبها. وعبارة عجبتني أيضا: الفساد أعمى بسمنته عيوننا، والشعب رشيق منذ سنين. صحيح. فلم يبقي عليه أكلت لحوم البشر شيئا، وهذا المقصود به الفساد والفاسدين الذين أدوا بالاقتصاد الأردني إلى هذه المرحلة التي نمر بها. أختنا الكريمة سعادة النائب وفاء يعني قالت بهذا البيان ما نريد أن نقوله الآن. أنا سأتحدث عن رأيي بقانون الانتخاب، القانون الذي وضعته الحكومة، وهو ليس مشروعا قدمه مجلس النواب، وكان في غياب مجلس التشريع اللي هو قانون 2012. سامحوني إذا أطلت ساعات. لا ما في مشكلة، تفضل. طبعا في جدل كبير على هذا القانون، وبعض فقهاء القانون قالوا بأنه مخالف للدستور. لا أدري إذا كانت تؤيد. سنتحدث عن هذا الشق خاصة في مخالفته للدستور. يعني هذا شق مهم. وبعض النقاط فيه فعلا هي مخالفة للدستور. يعني تارة يضيقون الدوائر، وتارة يوسعونها، وتارة نسمع بأن هنالك دائرة وهمية أو قائمة وطنية. وكنت أعتقد بأن القوائم الوطنية ستكون تشكيلها أو تمثيلها من الأحزاب، ولكن فوجئنا بأن القوائم ليست كلها من الأحزاب. هاي من البنود اللي فيها مخالفة للدستور. أيضا أختنا سعادة النائب طالبت بوجود أحزاب وتمثيل حزبي، لكن بعض فقهاء القانون يقولون بأن تحديد عدد للأحزاب هو غير منصف،
وأن التقسيم نعم الكوتا وتقسيم بعض الدوائر أيضا غير منصف. يعني سأتحدث لك عن الدائرة الأولى وأنا أحد أبنها إذا سمحت لي سعادة النائب. الدائرة الأولى عدد سكانها 700,000 نسمة، الذين يحق لهم التصويت فيها 265,000، لكن المسجلين بقوائم الناخبين 129,000. وللأسف 129,000 مش كلهم راح يصوتوا، صوت جزء بسيط منهم، بينما عدد نوابها 5. بينما هنالك دوائر قد يكون عدد سكانها مقارب لهذه الدائرة ويمثلها نائبان. هذا رأيي في جزء من قانون ال. لأنتقل هنا لساعة تمام. نعم. هنا لنسأل عن المخالفات الدستورية الموجودة في قانون الانتخاب. تحدث الكثير عن المخالفات الدستورية الموجودة، فهل هنالك حقيقة مخالفات دستورية فيه؟ سيدي الفاضل، يعني التحدث عن قانون الانتخاب يجب أن يوضع في الإطار العام لما يجري في الأردن. ماذا نريد في هذا البلد؟ ماذا نريد في الأردن؟ هل نريد أن ندخل في انتخابات ونخرج من انتخابات ونبقى ندور في هذه الدائرة المفرغة، أم نريد أن نصل إلى نقطة توافقية تؤدي بنا إلى انتخاب مجلس نواب قوي يمثل حقيقة كافة فئات وشرائح الشعب الأردني، ويكون خطوة حقيقية على طريق الإصلاح، ويكون خطوة حقيقية لإعادة الدور الحقيقي لمجلس النواب، وهو الدور التمثيلي والتشريعي والرقابي. يمثل الشعب بشكل حقيقي. التمثيلي والتشريعي والرقابي. والكثيرين ينسون، كما يقول زميلنا معالي بسام حدادين، دائما ينسون الدور التمثيلي لمجلس النواب الذي هو يكاد يكون الأكثر أهمية، أهم من الدور برأيي التشريعي والرقابي. ما نريد حقيقة هو قانون انتخاب في الأردن يخرجنا من هذه الحالة، حالة عدم المشاركة، عدم الاكتراث كثيرا بالانتخابات، وهذا الشيء شاهدناه ولمسناه في الانتخابات الناس النيابية. ما عندها تفاعل وما عندها رغبة الناس في المشاركة. ما عندها تفاعل، الناس ما عندها ثقة في مجالس النواب المتكررة. هذه الفجوة العميقة، كيف نجسر هذه الفجوة بين الشعب وممثليه؟ كيف ندفع الناس في عمان مثلا إلى أن يخرجوا من بيوتهم في يوم الانتخابات ويقوموا بالتصويت، وهي درة الأردن وعاصمته، والتي لا تشارك لا في الانتخابات البلدية ولا في الانتخابات البرلمانية في يوم الانتخاب. نعم. كيف يعني ندفع المواطن إلى أن يعيد ثقته في المؤسسة البرلمانية؟ هذا لا يتم إلا عن طريق قانون انتخابي حقيقي يكون في هذا القانون، والنظام الانتخابي الذي أشرت له جزء من هذا القانون. النظام الانتخابي هو جزء، الإجراءات لها دور كبير جدا، ويعني ولا يمكن لنا بنظرة موضوعية بحتة إلا أن يعني نسجل للدولة الأردنية التقدم الإجرائي الذي حصل في مسألة قانون الانتخاب، والتطور الذي حصل بإيكال مهمة الإشراف والمتابعة نعم والإدارة إلى الهيئة المستقلة حسب التعديلات الدستورية الأخيرة. هذا أمر لا يمكن لنا أن نغفله. نعم، وقعت الهيئة المستقلة في بعض الأخطاء الإجرائية، ويعني تصادف الأمر في ارتباك في إعلان النتائج، خاصة فيما يتعلق بالقوائم الوطنية. هي تجربة أولى في نعم مسألة القوائم، هي تجربة أولى التي لم تضف شيئا لهذا المجلس. 17 من أصل 140. نعم، ولكن يعني 27 هم من 150. الإضافة الأخيرة كان 27. نعم، من 150. الإضافة أكيد. طبعا برأيي بأنهم أضافوا. أنا برأيي بأن هذه التجربة جيدة. هذه يعني أن نبدأ خير من أن نبقى في مكاننا. أن نقطع خطوة في الطريق خير من أن نبقى في مكاننا. أن نضع أنفسنا على باب القوائم والتمثيل النسبي خير من أن تبقى دوائرنا دوائر مغلقة في المحافظات.